هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا شك المصلي بأنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ماذا يعمل؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة في كل الركعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلوات ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا به في حق الإمام والمنفرد، أما في حق المأموم موضع خلاف العلماء، من يقول تكفي قراءة الإمام عن قراءة المأموم، والمأموم ينصت لقراءة الإمام، ومنهم من يقول تجب حتى على المأموم يقرأها في سكتات الإمام. وعلى كل حال، إذا شك في قراءة الفاتحة وهو في أثناء الركعة قبل أن يركع، فإنه يقرأ الفاتحة، ليخرج من هذا الركن بيقين. أما إذا لم يشك إلا بعد أن ركع أو سجد، فإن الركعة التي صلاها تلغو، يعتبرها باطلة، وتقوم الركعة الثانية مقامها، تكون هي الأولى ويبني عليها، ثم إذا أكمل صلاته يسجد للسهو. هذا إذا حصل الشك في الصلاة في قراءة الفاتحة وهو إمام أو هو منفرد. أما إذا لم يحصل له الشك إلا بعد أن فرغ من الصلاة، فإنه لا يلتفت إليه، لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه.